السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم. القطرية موزة تنبهر بجمال جسور مدينة قسنطينة. الجسور المعلقة يعني احنا كنا نروح اوروبا ونتلاها او نستغرب على مواطن الجمال اللي موجودة في اوروبا، وما توقعت ان هذا الجمال موجود وانت واقف الحين على الجسور المعلقة، وهي اقدم الجسور التقليدية على ممر العصور في ولاية قسنطينة في الجزائر. لكل محبين السياحة يعني ما اعتقد ان في مناظر خلابه اكثر من المناظر اللي احنا شايفينها اليوم، ونتمنى ان هي يعني الصوره هذه توصل لكل العالم ان هم يشوفوا ولايه قسنطينه اقدم مدينه تقليديه على ممر العصور ومعروفه بالجسور المعلقه.